بكم من جديد. كما قلت لكم في بداية الحصة اليوم تقريبا غونديفونا في الليلة باش نخصوه لجلسة أداء اليمين الدستورية من حيث الشكل، من حيث المضمون، الخطاب الموجه للشعب التونسي من قبل رئيس الجمهورية قيس سعيد، وأيضا حتى مقارنة بين رئيس الجمهورية الجديد المنتخب وأيضا الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي. ويسعدني في هذا الصدد أني نستقبل كل من كريم بوزويتا المختص في الاتصال السياسي. مساء الخير، أهلا وسهلا بك كريم. أهلا وسهلا، مرحبا بك. وسعيدة أيضا باستقبال محمد الحامدي القيادي في التيار الديمقراطي، أهلا وسهلا. مرحبا. شكرا. قبل ما نبدأ ونذكر ونكون في التقرير هذايا، فريق قناة التاسعة كان حاضر خلال مراسم أداء اليمين الدستورية داخل البرلمان التونسي. نشوفوا أهم اللقطات اللي كانت في يوم واحد. أقسم بالله العظيم أن أحافظ على استقلال تونس وسلامة ترابها، وأن أحترم دستورها وتشريعها، وأن أرعى مصالحها، وأن ألتزم بالولاء لها. أدى رئيس الجمهورية المنتخب قيس سعيد صباح اليوم اليمين الدستورية خلال جلسة ممتازة بمجلس نواب الشعب بحضور شخصيات وطنية عديدة من بينها رؤساء الحكومات السابقين ورئيس الحكومة الحالي يوسف الشاهد ورئيس المجلس الوطني التأسيسي السابق مصطفى بن جعفر والرئيس الأسبق فؤاد المبزع، الجانب حضور وزراء الحكومة الحالية وبعض السفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدين في تونس ورؤساء الأحزاب والمنظمات الوطنية. ليتجه قيس سعيد بعد أن توجه بخطاب وأداءه لليمين لقصر قرطاج ليتسلم مهامه رسميا من رئيس الجمهورية المؤقت محمد الناصر كرئيس سابع للجمهورية التونسية، مهمة تتواصل على امتداد 5 سنوات بقصر قرطاج. رئيس الجمهورية المنتخب قيس سعيد كان قرر عدم القيام بحملة انتخابية قبل الدور الثاني للانتخابات الرئاسية لما وصفه بالدواعي الأخلاقية وضمينا لتجنب الغموض حول تكافؤ الفرص بين المترشحين في ظل استمرار إيقاف منافسه السابق آنذاك نبيل القروي، فيما أكد سعيد أنه لا يملك برنامج انتخابي يسوق للأوهام والأحلام الكاذبة والوعود الزائفة، وأكد أنه يقدم مجموعة من الأفكار والتصورات سيستشير فيها الشعب التونسي لتنفيذها على أرض الواقع، ومنها تنطلق عملية البناء السياسي والإداري لتونس على أسس جديدة تعتمد على الانطلاق من المحلي نحو المركز. واقترح قيس سعيد إحداث مجلس أعلى للتربية والتعليم يكون مؤسسة دستورية تمثل كل الأطراف اللي عندها علاقة بالقطاع الحيوي، مشدد على ضرورة التشارك في صياغة القرارات. وللتذكير فإنه قيس سعيد فاز في الدور الثاني للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها بنسبة 72.7%، أي ما يعادل 3 مليون صوت مقابل 27.2% المنافس نبيل القروي. كريم بوزويتا، نبدأ معك وأنت الخبير في الاتصال السياسي، أكيد تبعت بدقة، تبعت عن كثب مراسم أداء اليمين وتسليم السلطة اليوم. ممكن خلينا نبدأ بأبرز ملاحظاتك على اليوم هذا، كيفاش تعدها؟ به أبرز ملاحظات نجم لخصوها في وقتها قيس سعيد دخلت القصر، وكان تذكروا فما إطلاق 21 ضربة متاع مدفع، وبرشا ناس يسألوا ريتهم عليه منين جات حكاية 21 كرتوش، وهي هذيك الرمزية متاعها الانطلاق السلمي للسلطة، التسلم السلمي للسلطة. منين جات؟ في القرن 14 كانوا سفن الحرب، الموضة وقتها ولا تكنولوجيا وقتها اللي يهزوا مدافع، والمدافع هذوما كي يدخلوا لبلاد البرد تاع بلاد أخرى شنو يعملوا؟ يفرغوا القنابل متاعهم تاع المدفع هذوما، يفرغوهم في الماء قبل ما يدخلوا باش يقولوا رانا دخلنا بلاش سلاح. وعادة نقول عادة كل مدفع يهز 7 قنابل المكعبرين هذوك مدوا حديد والأرصاص، وكل سفينة يبدأ فيها 3 مدافع هكا الواه. فما التراديسيون هذية متاع 21 معناها داخلين بلاش سلاح، ويمكن هذية الرمزية الأخرى متاع اليوم هذية اللي هو الانتقال السلمي للسلطة في تونس. هل وفق اليوم مجلس نواب الشعب في اختيار الضيوف؟ خاصة شفنا برشا ناس ما كانوش حاضرين، برشا ناس عبروا عن استنكارهم لعدم دعوتهم. ممكن نرجع معك نفسروا شوية كيفاش تم الدعوة، هل يعني خاطر مرينا احنا بتجارب من النوع هذا، المفروض نكونوا مهيئين وحاضرين، ممكن حتى عنا ليست تقدم نحينوها ونقوم بالدعوات بشكل برقي وسريع، ما تستاهلش برشا حكاية برشا وقت الحكاية الكل. به هذي لازم نسألوا الإدارة متاع المجلس كيفاش خدمة الحكاية هذي، ما عرفش شنو وراها
عليه فما ناس ما مستدعاهمش، اسكو ماهمش في البروتوكول، اسكو فما بروتوكول مكتوب شكون استدعى، ولا فما ارتجال كل مره، ولا فما بروتوكول نتصرفوا فيه، هذا كل ما عنديش المعلومات. خاصه اللي ساعات مس فما ناس تسالوا، خاصه الناس اللي تهتم بالشؤون الخارجيه، قالوا تيا فما المغرب، المملكه المغربيه موجوده والجزائر مش موجوده. وهو كان حظ وكهو اللي فما زيارة موكب معناها من المغرب جاي يزور مجلس النواب نهارتها. صدفة يعني. صدفة يعني. ماهوش مدعوين. ماهوش ما كانش مدعوين، دونك كانت صدفة، دونك ولكن ساعات الصدفة تنجم تكون فيها سوء فهم وتنجم تولي حتى شوية هكا نبذة نقولوا دبلوماسية. لكن هذا ما نجمش نجاوبك، لازم نشوفوا اداره المجلس شنو تقول لنا في الحكايه. محمد الحامدي، من المشاهد اللي دارت برشا اليوم وشفناها يمكن هي عمليه التسويق لتونس المتسامحه المتماسكه المتعدده المتنوعه، جلوس مفتي الجمهوريه الى جانبه كبير احبار يهود تونس وايضا رئيس الاساقفه بتونس، كيفاش قريتوا اليوم الرساله هذه؟ والله الرساله هذه ما تنجم تكون كان ايجابيه، معناها طبعا ولا في بروتوكولات معناها مناسبة كما المناسبة هذه معناها اللي هي تنصيب رئيس جمهورية جديد، يعني هي مناسبة مفصلية معناها أكيد تستدعى الهيئات الرسمية، منظمات وطنية، أحزاب، شخصيات، رؤساء حكومة سابقين، رؤساء جمهورية سابقين، وأيضا رؤساء الهيئات الممثلة للجماعات الدينية. طبعا احنا طبعا الجماعة الأساسية هم المسلمين، أغلبية الشعب التونسي مسلمين، لكن أيضا عندنا مجموعة من اليهود، وعندنا أيضا بعض الجاليات معناها الأجنبية المسيحية، فكان عادي جدا تمثيلهم في هيئاتهم الرسمية، والصورة ما تنجم تكون كان صورة إيجابية، على أساس أن الرابط بين التوانسة والعلاقة بين التوانسة أساسها لا الانتماء الإثني أو الديني أو العقدي، وإنما المواطنة والمساواة أمام القانون. برشا سألوا أيضا على غياب الرئيس السابق محمد مصطفى مرزوقي، كان مش موجود اليوم في الجلسة؟ والله أنا اللي علمت به، ما علمت به من المصادر طبعا، هكذا معناها سمعت أنه في الخارج، موجود في الخارج. هو صرح على ما يبدو جسمه، هو صرح قال لي حبيت نحضر لكن ارتباطاتي في الخارج هي اللي منعتني. نفتح النقاش، نتفضل تتفضل بأسئلتك أو ملاحظاتك حبيب عجلة، تفضل. لا معنا نتحدثوا على الخطاب، اذا كان الخطاب باش نمروا له في مرحله ثانيه، نبقاو في ناحيه من ناحيه الشكل، على الاقل من ناحيه الشكل كيفاش كانت المساله اليوم. والله انا الملاحظه الاولى اللي قلتها منذ حين، وهي انه انا اعتبر الحضور اليوم كان حضورا ضعيفا، يعني بمعنى كنا ننتظر ان يكون خطاب القسم جامعا لأكثر من شخصية دولية، وهذايا طبعا دور البروتوكول اللي كان من المفروض أن ينسق مع فريق سي قيس سعيد، وتكون فرصة فعلا باش تونس تقدم نفسها اليوم، التسويق بالديمقراطية، تسويق تونس بأنها بلد الاستقرار الديمقراطي وبلد الانتقال الديمقراطي، مسألة في تقديري ذات أهمية كبرى. وكما يكونوا حاضرين بطبيعة الحال معناها أسماء كبيرة من عالم باش نأكدوا أن تونس ستظل تقدم للآخرين نفسها على قاعدة الاستقرار وعلى قاعدة الانتقال الديمقراطي، وكيما عطينا الصورة متاع تعايش الأديان أو التسامح الديني في تونس بصورة كبير الأساقفة وكبير الأحبار، فكنت أنتظر أيضا أن تقدم تونس نفسها باعتبارها بلد الإبداع الثقافي، كنت أنتظر أني نلقى أسماء متاع مثقفين كبار موجودين في الصفوف الأولى، كنا ننتظر أيضا أن يوجد كبار رجال الدولة السابقين اللي مازالوا يعيشوا توا، واللي عايشوا فترات التأسيس الأولى وعايشوا فترات المعارضة والمواجهة مع الاستبداد، واللي عاشوا وفرحوا بالوضع الديمقراطي اليوم، يعني أسماء
كبيرة في المجال الحقوقي وفي المجال الديمقراطي، كان من المفروض أنهم يكونوا اليوم موجودين. أنا كنت ننتظر نشوف نجيب الشعبي بحضور معناها معقول، حما الهمامي، سهام بسدرين باعتبارها إحدى المناضلات الحقوقية، أم زياد باعتبارها أيضا من بين الذين ساهموا في اللحظة هذه، خطر اللي نشوفوا فيه هذا مش فقط نتيجة خلينا نقول الثورة، ولكن نتيجة مراكمات في النضال الديمقراطي. نشوفوا أسماء عديدة كان من المفروض اليوم تعيش هذا العرس كشكل من أشكال معناه الاعتراف لهم، سواء كانوا مثقفين، كبار إعلاميين، كبار رجال دولة ناضلوا من أجل الديمقراطية سابقا كما سي أحمد المستيري أو كما غيرهم ربما من سي أحمد المستيري ما زال يعيش إن شاء الله ربي يطول في عمره، وكما سيد أحمد مصالح مثلا أو العديد من الأسماء اللي كان المفروض اليوم تكون حاضرة تكون موجودة. هذا دليل على أنه عملية الانتقال يلزم كل واحد يقوم بدوره فيها. ما نفهمش اش معناها بروتوكول ما يكونش واخذ بعين الاعتبار هالدلالات السياسية والدلالات الرمزية. لأنه اللي يعمل إن شاء الله تجينا الإجابة من إدارة المجلس. قلت لك إن شاء الله تجينا الإجابة من إدارة المجلس، خاطر برشا لا توفات فيها الوقت عاد معاش تجينا ومرة جاتنا الإجابة. بعد خمس سنين، بعد خمس سنين تلافي ودايا. نجز يعني تفضل. شوف، هو أنا متفق تماما مع الرأي اللي قال أن إدارة المجلس أو المكلف بالبروتوكول في مجلس نواب الشعب ارتكب أخطاء فادحة في عدم دعوة ممثلي برشا منظمات كما كنا نحكي، ويعني نقابة الصحفيين، الهيكل، نقابة القضاة، وفما حتى منظمات أخرى، فما جمعيات، فما شخصيات رمزية يعني ارتبطت أسماءها بالثورة وبالنضال وكذا وما إليه. مانيش عارف يعني بالضبط شو اللي صار، الخلل هذا البروتوكولي اللي صار كان شنو السبب فيه، لكن على كل السبب يعني هنا السبب ما نفكروش بالكبير والله بالحق. معناها تلقى واحد شادد الإعلام ولا شادد البروتوكول معناها يحسب روحه ينظم في عرس، ينظم في حدث سياسي، دونك لازم يكون عنده ثقافة سياسية وعنده ثقافة رمزية وعنده ثقافة مش عارف أنا يعني ماهوش إعداد متاع الجانب البروتوكولي هذا مش مولات المكلف بالإعلام ولا بخلية الاتصال والإعلام. الجانب البروتوكولي هذا والتحذير للانفستيتور معناه من اللي تبدا للي تنتهي راهو من مشمولات المكلفين اداره التشريفات والامن الرئاسي. يعني الامن يضبط لك، لكن يلزم يكون ثم عقل يخطط لهؤلاء، والعقل هذا ما ينجم يكون الا عقل سياسي. لا مساله الدعوات، يعني اداره التشريفات في مجلس النواب مقصره وهذا تقصيرها واضح والخلل صار. يعني مسألة يعني غياب رؤساء دول أو ربما يعني رؤساء مجالس رؤساء برلمانات عربية أو غيرها، شوف هذه مدارس، يمكن كريم نجم يحكي في المسألة دي أكثر مني أنا. هي مدارس، أولا الساعة فما مدرسة يعني تقول أنه هذا شأن وطني داخلي، يعني حضور الرؤساء أو حضور رؤساء البرلمانات أو حضور رؤساء دول يعني مش مطلوب. على سبيل المثال نشوف أنا مثلا في تسليم المهام في فرنسا في بعض الدول الأوروبية ما يتمش استدعاء رؤساء دول لحفل وطني بشخصيات وطنية معروفة ومرموقة. تجربة ديمقراطية رائدة. هاو كريم بوزويتا ينجم يجاوبنا على السؤال هذا. في كتابة الدستور عملناها في ختم الدستور. في ختم الدستور جابوا ناس وجابوا رؤساء. هوني نحكيوا على حاجة مختلفة. نحكيوا على حاجة مختلفة. انتقال السلس وأول تقريبا انتقال بهذا الشكل. في الأعراف البروتوكولية كل حفل عنده الصبغة متاعه وعنده المدعوين ليه. في مدرسة أخرى في بعض البلدان مثلا يتم استدعاء دعوة الرؤساء والملوك والأمراء في حفل التنصيب. احنا ننتمي إلى أي مدرسة كريم بوزويتا؟ احنا هذول قاعدين نصنعوا في المدرسة متاعنا نتعلم قاعدين نتعلم. لكن شو
هي حكايه فلسفه. باش نقعدوا كل مره احنا كل انتخابات ننجحوا نقولوا يا محلينا نزيهه وشفافه وانتقال سلمي للسلطه ونبداو نرمي روحنا في النوار والا سي بون هاي فتنا الفتره الانتخابيه سكرناها سيدخلنا اليوم في فتره ديمقراطيه بدينا نوليو في ديمقراطيه واقفه على ساقيها اللي احنا رانا في 90 يوم في 90 يوم عملنا ثلاثه ادوار انتخابات انا رئيس توفى عنا ثلاثه ادوار انتخابات روا تور وكل شيء يتعدى في القانون أموره واضحة معناها هذية سي بون ولا إكسبلوا تنجم تقول إكسبلوا فمش برشا دول تعديوا المراحل هذية في وقت ضيق في كونتكست ماهوش عادي استثنائي معناها اليوم نجم نقولوا بلغة شعبية ولينا كاسحين في الأمور هذه مش نقعدوا كل مرة نرميو نوار لروحنا وكي نشوفوا ممثلين بتاع ثلاثة ديانات التاريخية في تونس ونبداو فرحانين رينيو في التصوير شنو باش تراهم يتعاركوا معناها نورمال باش يقعدوا بحذا بعض تعرف علاش لأنه في الذاكرة الشعبية صغار أنه نشوفوهم مع بعضهم ثلاثة حتى في الاحتفالات في المناسبات الكبرى وبارمي لي غاغ فوا اللي احنا نشوفوهم جوستومون احنا مازلنا نرميو في النوار لروحنا لأنه التجربة الديمقراطية مازالت تعيش قدر من الهشاشة الوضع الإقليمي والعربي احنا في وضع معناه ما كانش بالحق سير أنه تنجح تجربتنا الديمقراطية بعد وفاة الرئيس بشكل مفاجئ وكانت العديد من القوى المعادية لها في الداخل وفي الخارج دونك لا يلزمنا نفرح ونرمي وبرشا نوار لروح سوريا حتى في كلامنا هو جسمه أي صحيح هو كريم كريم علاش أنا نسيس ساعات دي مساج يجيو عبر صور أو عبر جمل أو عبر كما اليوم اللي عشناه في قبة باردو أو حتى في قصر قرطاج يحنا حتى في أمثالنا الشعبية ساعات عندنا الصبغه هذية اللي يمس من ديانه معينه ولا يحاول هكا يقزمها او علاش قلت لك احنا مانيش متعودين نشوفوهم مع بعضهم اي بارمي لي غارز اوكازيون اللي الناس الكل ثلاثه يتلموا مع بعضهم ونشوفوهم هكا هذاك علاش اغلبيه التوانسه فرحت برشا اليوم بالصوره هذه اللي جاتنا من البرنامج يمكن معكش متعودين يمكن ها يمكن معكش متعودين على خاطر الناس قبل من مسلمين ويهود مثلا كانوا يفرضحوهم ساعات ساعات فما بار الحاره ساعات على اليهود مي كانوا يتعايشوا وكانوا جيران معناها فهمت حتى الستينات حتى الستينات معناها حكيت حاجه تبانيه فهمت فما سلمي وفما تسامح بين هوني قبل ما نمشيو للخطاب مهم جدا كيفاش شفت قيس سعيد اليوم كان الاز كان مرتاح كان لا 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 في البوستور نتاعو في كلمته في كيفاش شفته اليوم كريم بجميل ما نساوش راهو مش كل نهار تولي رئيس هذه حاجه الاولى نهار صعيب اليوم انا ما نجمش يكون ما عندوش شارج ايموسيونيل ما فماش اول مره هكا بديت نراوه عنده صوته مبحح شويه فما ايموسيون هكا تخلى القصر ماهيش حاجه لكن ما كانش فيها كانش فما طلع فيه ولا ما كانش فما غلطه في اداء الخطاب معناها كل شيء مشي مستوي لكن كان خطاب شنو نحلوه ساعة نحلوه بشكون الجمهور شكون يستهدف رئيس الجمهورية المنتخب شكون يستهدف في الخطاب هذا وهذا هو جوستومون انت جيت لبيت القصيد في التقرير هذا خلينا نجيو على أبرز مورد في خطاب رئيس الجمهورية قيس سعيد للشعب التونسي أقسم على استقلال البلاد وسلامة ترابها وأن يحترم دستورها وتشريعها وأن يرعى مصالحها وأن يلتزم بالولاء لها. قيس سعيد يؤدي اليمين الدستورية رئيسا جديدا لتونس وللسنوات الخمس المقبلة. تحت قبة البرلمان كانت كلمة رئيس الجمهورية لم تختلف في شكلها عما عرف عنه. غلبت على خطابه مفاهيم الثورة. حامل الأمانة عليه أن يستجيب لمطالب الشعب الحر في قناعاته واختياراته. لكن مرافق الدولة يجب أن تبقى خارج حسابات السياسة. مثل هذه الحسابات هي كالحشرات في الثمار مآلها التعفن قبل السقوط وليس أخطر على الدول والمجتمعات من تآكلها من الداخل من الأمانات اللي تحدث عليها رئيس الجمهورية هي المحافظة على مكتسبات المجموعة الوطنية فلا مجال للتسامح في أي ملي من واحد من عرق التونسيين ودعا لضرورة التفكير في شهداء الوطن وضرورة الاتحاد في مواجهة مخاطر الإرهاب الوقوف متحدين في مواجهة الإرهاب
والقضاء على كل أسبابه. أن رصاصة واحدة من إرهابي ستقابل بوابل من الرصاص الذي لا يحده عد ولا أحصاء. على الصعيد الاجتماعي قيس سعيد كان ركز في خطابه على مكافحة الفقر ومحاربة الفساد وتدعيم الحقوق والحريات خاصة اللي تتعلق بالمرأة، وين أكد أنه لا مجال للمساس بحقوقها بل مزيد دعمها اقتصاديا واجتماعيا. سعيد أشار أيضا لدعم مكسب الحرية الفردية ورفض الدكتاتورية. وليكن الجميع على يقين أن الحرية التي دفع شعبنا ثمنها غاليا من أجل الوصول إليها وممارستها في إطار الشرعية لن يقدر أحد على سلبه إياها تحت أي ذريعة أو تحت أي مسمى. ومن كان يهز الحنين للعودة إلى الوراء فهو يلهث وراء السراب ويسير ضد مجرى التاريخ. رئيس الجمهورية ومن خلال رسائله اللي ما تقلش قيمة على سابقتها كان أشار لدور المنظمات الوطنية اللي بإمكانها أن تكون قوة اقتراح لتجاوز الأزمات، وقال بأن الشعب في الداخل والخارج يوجه رسالة هو نطقها عن إرادة في التبرع كل شهر بيوم عمل. قد أعلن الكثيرون في تونس وخارج تونس عن إرادتهم للتبرع كل شهر بيوم عمل لمدة 5 سنوات حتى تفيض خزائن الدولة. استأنف رئيس الجمهورية حديثه بالالتزام بكل التعهدات الدولية، ولم يفوت الفرصة للتركيز على دور تمتين العلاقة بين دول المغرب العربي الكبير وفي إفريقيا ومع كل الدول العربية والغربية خدمة للإنسانية. قال بأن تونس ستستمر في مناصرة كل القضايا العادلة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية. ليس هذا الموقف موقفاً ضد اليهود على الإطلاق، فقد حميناهم في تونس حينما كانوا ملاحقين وسنحميهم، بل هو موقف ضد الاحتلال وضد العنصرية، وآن الأوان للإنسانية جمعاء أن تضع حداً لهذه المنظمة. الأمانة والشعب اللي كانوا أهم مصطلحات الخطاب اليوم بيد رئيس الجمهورية قيس سعيد بعد تسلم المهام ودخول قصر قرطاج، فما عليه أن يسير على خطى شعاره المركزي في حملته الانتخابية: ارجع السلطة والسيادة للشعب. محمد الحمدي، نبدا معاك، كيفاش تقيم مضمون خطاب رئيس الجمهوريه اليوم قيس سعيد؟ قيس سعيد اللي دخل السباق الرئاسي تقريبا دون برنامج واضح، وكنا برشا نتسائلوا في وقتها على الخطوط العريضه للبرنامج هذايا. هل اليوم شفتوا جوستومون العناوين الكبرى في خطاب اليوم لهذا البرنامج اللي كل طالما انتظرناه؟ والله انا يبدو لي خطاب الرئيس اليوم كان فيه السيد الرئيس يمكن اكثر فصاحه من العاده، يعني خطاب فصيح بليغ الواقع يعني شكلا ومضمونا، وان شاء الله يكون السيد الرئيس خرج منك التخوف اللي تحدث عليه بعض الناس ان اللي سموه هو منطقه العتمه، يعني خطابه معتمه وفيه كثير من اللبس. انا سمعت رسائل واضحه الواقع معنا اليوم في عده محاور، في مقاومه الفساد، في مقاومه الارهاب، في طمأنت الناس على الحقوق والحريات، في التمسك بالحقوق المكتسبة للمرأة وتطويرها ودعمها خاصة في اتجاه الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، في مقاومة الفقر، في التمسك معناها بمناصرة القضايا العادلة والقضية الفلسطينية على رأسها، موقف محترم جدا وقت يولي موقف رأس الدولة واللي ماسك بمؤسسة الرئاسة موقف يشرف التوانسة الواقع.
زاد كيف كيف سمعت انا احترام التعهدات الدوليه واحترام تواصل الدوله واحترام شراكاتنا السابقه، لكن ايضا التذكير بالسياده التونسيه وحقنا في مراجعه هذه الشراكات وتقييمها وفق مصلحه البلاد. هذا كلام معقول؟ زاد انا سمعت خطاب في عمومه ايجابي، الواقع ما من نجم نقول كان انه راهو خطاب ايجابي وان شاء الله يتحول. طبعا احنا نعرفوا صلاحيات الرئيس مش واسعه برشا، لكن ثم صلاحيات حقيقيه ان شاء الله يتفعل هذا، اولا من خلال الدبلوماسيه الاقتصاديه، ثانيا من خلال المبادرات التشريعيه اللي قدمها الرئيس، وثالثا من خلال على الاقل توجيه يعني استغلال الرئيس لحاله الزخم الشعبي الملتفه حوله باش يوجه رسائل للتوانسه حول مكافحه الفساد، حول اعاده القيمه لثقافه العمل والمبادره والانتاج والانتاجيه. يعني خطاب اليوم في تقديري في مجمله ايجابي. كريم بوزويتا، باش نبقى معك ايضا في تحليل الخطاب، تقريبا كلمه في 25 دقيقه دايور دو كيستيون بور فو، اسكو هو وفق في اختيار الوقت في خطابه الرسمي الاول، هل كان اختيار الوقت موفق ام لا؟ وهل نجح في مخاطبه كل التونسيين بجميع فئاتهم بجميع توجهاتهم؟ بالنسبه للوقت وشنو ديما نقولوا، لازم تكون كي ننصحوا كي باش نحضروا خطاب ديما نقولوا اللي باش يلقي الخطاب نقولوا له حاول تكون اقصر في الطول من اللي الناس يستنيو فيه. كان يستنيو الساعه من نص ساعه من 20 دقيقه برك باش الناس يقعدوا مشتاقين باش يزيدوا يسمعوك، خاطر كنت تكلم برشا تولي الكلمه نتاعك بانال، تولي ديلوي وديما تتسمع كي ديما موجود ما عادش نسمعوك. تعرف ما تعرف الحاجه ديما الحاجه الرار اللي هي عندها قيمه. لكن خلينا نرجعوا للخطاب، خاصه الخطاب في الثقافه نتاعنا، الثقافه في حتى في التراث معناها العربي والحضاره العربيه الاسلاميه، الخطاب نتاع الزعيم عاده يكون قيمي. ما سمعناش اليوم خطاب بروغراماتيك برنامجي، معناها فما برامج واضحين وكل شيء، سمعنا خطاب قيمي لكن ماهيش حاجه استثنائيه، حاجه عاديه. وكان نذكروا شكون جيل الاول، جيل الاستقلال، نحكي على الحبيب بورقيبه، نحكي على جمال عبد الناصر، نحكي على الهواري بومديم، كانوا عندهم خطابات قيميه. وشنو الهدف نتاع الخطابات نتاعهم؟ الخطاب القيمي هو تغيير العقليه، ودائر حتى الحبيب بورقيبه كان يقول اللي الخطاب هو اليه حكم. والحكم شنو باش يبدل؟ خاطر باش يبدل العقلية قبل ما تنجم تبدل الدولة والمجتمع، وكان ديما يحكي على العقلية، وهذه لازم نبداو واثقين منه. معناها الخطاب راهو ماهوش كلام، راهو آلية حكم، وآلية زادة تحكم، معناها نتاع كونترول، آلية نتاع كونترول سوسيال، نتاع تحكم اجتماعي، تحكم اللي تقيد زادة الضمير والمخيلة الجماعية نتاعنا. نذكروا خطابات عنا زاد نوع من القداسة، الخطابات خطابات معاوية والحجاج وطارق مزيادة كلهم دونين ونقريهم ساعات في المدارس. معنى الكلمة نتاع الزعيم، الكلمة القيمية في حضرتنا في المخيلة نتاعنا مهمة. لكن زاد نقيموا الخطاب بشنو حطيناه في النسق نتاعه، شكون الجمهور بالضبط؟ أنا يمكن ما نعرفش كان نسيت جمهور، ما حسبت أربع جماهير. الجمهور الأول هو التوانسة الكل اللي في الخطاب ذكروا تحت كلمة الشعب أو المجموعة الوطنية، وذكروا 13 مرة. 13 مرة مش شوية في 25 دقيقة، معناها أحسب تقريبا كل دقيقة ونص كل دقيقتين فما كلمة الشعب. فما القوى المسلحة من الجيش من الأمن من ديوانة زادة، فما رسالة اليوم المنظمات الوطنية، وأخيرا اللي ما نقولوا احنا المجتمع الدولي، معناها البلدان شركاء تونس وغير. هذوما الجماهير، وهذه حاجه تنجم تكون نجم نقولوا الخطاب مهيكل. اش معناها؟ معناها فما ديسيبل بالنسبه لصالحيه رئيس الجمهوريه واستجاب معناها للكايت شارج نتاع الصالحيه الدستوريه نتاعو، استجاب معناها كل في ما هو القائد الاعلى للقوى المسلحه حكام على القوى المسلحه، هو اللي المسؤول على السياسه الخارجيه للبلاد حكى على العلاقات الخارجيه. وهوني لكن دي السمين كان لشكون؟ كان للشعب كما قلت، مذكور 13 مره. وفما زاد الصيغه التفضيليه، اش معناها؟ لو سوبرلاتيف، سمعنا برشا مرات من ثلاثه ولا اربعه ولا خمسه مرات الشعب، ايها الشعب العظيم، معناها فما نوع زاده من التمجيد للشعب. وزاد في الخطاب هذا حاجة مربوطة بالشعب، أعطى لدين بوليتيك، لدين بوليتيك نتاعو منين جاي؟ والفترة الزمنية نتاعو التاريخية
هوني محصورة في الخطاب هذا، محصور في الثورة، محصور زاد في يوم 17 ديسمبر 2010، ذكروا اليوم هذاك، قال 17 ديسمبر 2010، اللي هو الحدث المؤسس، الحدث المؤسس للحدث اللي راه اليوم، اللي هو انتخاب قيس سعيد، وصول قيس سعيد لمركز رئيس الجمهورية. وذكر زاد شعار الثورة، قالوا كما هو متمو. دونك فما هذه الكونسيونس نتاعنا في الخطاب هذه محصورة في الثورة، ونوافقك عليه، على خاطر فما تراكمات أو نضالات تراكمات ما بداوش نهار 17 ديسمبر 2010. فما شكون بدا عام 56، فما شكون 68، فما شكون في الحوض المنجمي 2008، قبل ذلك بكثير. قبل ذلك معناها فما تراكمات اللي هزونا لليوم هذا، التراكمات هذوما ما بداوش في 2010، بداو قبل، لكن فما انحصار نتاع التومبوراليتي، معناها الزمنيه هذه محصوره من الثوره لتوا، وتقول اللي الثوره هي اللي هزتنا للحظه هذيا. لكن يمكن هوني فما متعرف خطاب زاد فيه سياسه، معناها مش قراءه تاريخيه، نقولوا فما التاريخ العلمي وفما التاريخ الشعبي، معناها ليستواغ بوبولير اللي هي بطبيعه اختيار سياسي. لكن فما زاد برشا، خاطر هو زاد خاطب الشعب، دونك استعمل اساليب في الاسلوب، استعمل برشا تعبير المجازي، لي ميتافور، مثلا عبور الجسر، الحشرات في الثمار، هذوما انواع من التعبير المجازي. شنو يصلح شنو يصلح التعبير المجازي في الخطاب السياسي، وخاصه خطاب كيما هكا، معناها ان ديسكور دانفستيتور؟ هو ساعات باش نحكيو على مفاهيم سياسيه وعلى قضايا سياسيه من غير مفاهيم سياسية، من غير لغة سياسية ومسيسة اللي الناس خاصة معنى العامة ساعات ما تفهمهاش، بتحكي له على عجلة التنمية ولا معنى الكلام هذك الرزين، كان ديسكور نظيف من الكلام هذك، كان سهل للتقبل العام العامة. هو بالضبط محمد الحامدي، يعني تقريبا العناوين الكبرى والمواضيع الكبرى اللي طرحت اليوم من قبل رئيس الجمهورية قيس سعيد هي الشباب، التشغيل، المرأة، مقاومة الإرهاب، العلاقات الخارجية، لكن برشا زادة تسألوا يقول لك غاب الجانب الاقتصادي اللي هو أكثر حاجة يمكن ينتظروها الناس في الخطاب هذا. رغم نعرف صلاحيات رئيس الجمهورية محدودة في دو غران فولي خلينا نقولوا، لكن زاد تسألوا علاش غاب هالجانب الاقتصادي في خطاب رئيس الجمهورية اليوم؟ لا هو عادي انه يغيب، معناها او على الاقل هو ما كانش غايب، يمكن كان ضامر، معناها ما كانش واضح. كانت ثم معناها اشارات حول مكافحة الفقر، مكافحة التفاوت، ثم إشارات بل حتى اقتراح ربما حلول، قطع نظر عن موقفنا من الحلول هيك حول مشكلة الدين والتداين، ثم معناها. أما في نهاية الأمر عادي، لأن الرئيس ما عندهش علاقة مباشرة بالملف الاقتصادي، بالضبط، عنده علاقات غير مباشرة صحيح، كما قلت أنا مثلا من خلال كما قلت مثلا تشجيع التونسيين على مكافحة الفساد ولا على العمل، خاطر فعلا هو الآن قدوة وينظر إليه ويتبع، ينجم يستغل هالوجود الرمزي في أن يحفز التوانسة على معنى ثقافة الإنتاج والإنتاجية إلى آخره، هذه نجم يدخل فيه الدبلوماسية الاقتصادية، نجم تعاون، لكن بعض المبادرات التشريعية نجم تعاون، لكن في نهاية الأمر الملف الاقتصادي حصرا هو من مهام الحكومة على الواقع، ومن مهام الحكومة. علاش أنا قلت وأنا نوافق الأستاذ في أن وقت يقول الخطاب كان مهيكل، كان واضح من أن مبني أساسا على صلاحيات رئيس الجمهورية، شنية صلاحياته وشنية الملفات اللي في عهدة رئاسة الجمهورية بشكل حصري أو بالأصالة منها، فكان مهيكل الخطاب وفق. فأنا اعتقادي فقط أنا بلاحظ في مسألة الثورة، أي صحيح الثورة تراكمات، أما 17 ديسمبر هي تكثيف للتراكمات اللي قبلها، لحظة تكثيف، خاصة وأن السي قيس سعيد وأنا معاه في هذا ربما مش يواجه في اللي شككوا في النضالات اللي صارت قبلها، لا يواجه في ناس تشكك في الثورة وتعتبرها قوس يجب أن يغلق. هك علاش قال راهو اللي يطمح أو يحلم بالرجوع للوراء راهو يلاحق أو يلهث وراء السراء، يعني الرجل حط روحه في خط الثورة وخط الديمقراطية، وطبعا خط الثورة طبعا لا يجب تلك المراكمات اللي صارت. أنا نتصور أنه هو يستحضر مش الناس اللي تحكي على التراكمات اللي صارت قبلها، الحوض المنجمي ولا نضال أجيال من التونسيين من أجل الحرية العامة والفردية، بقدر ما يستحضر أن ثم ناس لا هم لها إلا التشكيك في الثورة صباحا مساء. نجا زعير تفضل.
أنا حسب رأيي مش مطلوب من رئيس الجمهورية اليوم باش يعطي برنامج اقتصادي مفصل، لأنه مش من صلاحيات رئيس الجمهورية أنه باش يقدم مبادرات ويتحدث على الإصلاحات الاقتصادية ويتحدث على القدرة الشرائية وكذا. رئيس الجمهورية يعطي الخطوط العامة للحكومة من بعد، لأنه الخدمة الكبيرة في المجال المالي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي وغيرها هي من مشمولات الحكومة. دونك رئيس الجمهورية ما يدخلش في تفاصيل العمل الاقتصادي والإصلاح الاقتصادي. رئيس الجمهورية يعطي المسار العام، يعطي خطوط عامة، وينجم يتدخل في تحديد مسارنا الاقتصادي، يعني في تكييف ربما الإصلاحات الاقتصادية، يرتب الأولويات للحكومة ويأمر ويأذن للحكومة أنها تعيد ترتيب الأولويات، ويقول لهم راهو اليوم مكافحة الفقر أولى بكثير من إصلاحات أخرى، أو معناها افتحوا ملف الدعم، افتحوا ملف الصناديق الاجتماعية. هذا دور رئيس الجمهورية. وكما قلت رئيس الجمهورية عنده دو فولي كبار اللي هما الأمن القومي والسياسات الخارجية. واليوم اعتقادي رئيس الجمهورية قعد في لدو فولي هذم، لكن عمل مراوحة بين ما يعتقد فيه هو، واستحضر برشا في برشا مقاطع من الخطاب نتاعه، واستحضر معجم الثورة وقيم الثورة، تحدث عن الحرية وتحدث عن الكرامة وتحدث عن الفقر والفقراء والمهمشين، وتحدث على النساء الريفيات، وتحدث على حقوق المرأة، وقال لا مجال للمساس بالحرية. في خطابه رد أيضا، أعطى بعض التوضيحات، وكان واعي الرئيس بخطورة ربما ما كان يروج عنه وما كان يقال وينقل على لسانه منهم بعض السياسيين سمحهم الله، اللي حتى في حملات الانتخابية قالوا مش نقطع علاقاتنا مع فرنسا والاتحاد الأوروبي، هذا حكايته فارغة، والاتفاقية الشراكة سنعمل على إلغائها وكذا، وتحوا معناها وعطونا معناها وخوفوا التوانسة، وكأنه إلغاء اتفاق مع مجموعة كبيرة من الدول يطلق عليها الاتحاد الأوروبي كأنه مسألة سهلة، معناها تجيب جرة قلم. قال أن سنلتزم بالمعاهدات والاتفاقيات، لكن وهنا يجي تدخل، هنا يجي بصمة قيس سعيد والليكسيك متاع قيس سعيد الجديد اللي التوانسة توم مازالوا باش يتعودوا عليه، هو أن مش نجم نراجعوها بما يضمن ويحمي مصلحة البلاد هذه ومصلحة الشعب هذا. أيضا أعطى تطمينات ورسائل واضحة ودقيقة، قال أنا يعني أحترم الدولة وأحترم كل مرافق الدولة ولا مجال لي المساس بالقانون، ولا يعني حب يقول لا مجال للإفلات أو للإفلات من العقاب. أيضا قال أنا رئيس كل التونسيين، وهنا في رسالة واضحة ويظهر لي ما فماش أوضح من هكا، أنه باش يكون رئيس موحد. وفي ختام خطابه قالوا هذا، قال سأعمل على تجميع التوانسة الكل. أيضا مش باش نطول برشا فيما يتعلق بالسياسة الخارجية وموقفه من القضية الفلسطينية، لأنه تفهم خطأ، وهذا سامح الله من فهم الكلام معناه على ظاهره، ومشاو معناه يخبطوا خبط عشواء، والناس تحت تجبد في اليهود، وفلان وزير السياحة به خاطر يهودي وفلان به. اليوم كان واضح، قال يعني جدد تمسكه وقناعته وإيمانه بالقضية الفلسطينية، لكن قال هذا ماهوش موقف ضد اليهود اللي حماتهم الدولة التونسية. وهذه في اعتقادي رسالة واضحة. في حديثه على مكافحة الإرهاب كان صارم، واستمعنا للهجة حتى نبرة الصوت كانت أعلى، وقت اللي قال كل رصاصة تطلق من إرهابي سيقابلها وابل من الرصاص. وهنا كان يتحدث بصفته مش رئيس الجمهورية فقط، بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة ورئيس مجلس الأمن القومي، وتوجه بتحية لكل الأسلاك المنضوية تحت القوات المسلحة. طبعا برشا رسائل اليوم الحبيب أرجيلة في خطاب رئيس الجمهورية.
أنا إذا كان نوافق على كلمة هي كلمة كريمة أنه هذا الخطاب كان اليوم خطاب القيم بمعنى المعايير الكبرى التوجهات الكبرى وكان قيمي بامتياز حتى في مستوى مرجعية بين هوية وحداثة يعني الرجل تصرف اليوم باعتباره رئيسا عربيا مسلما معانقا للحداثة في أقصى تجلياتها الكونية حتى في استعماله للمعجم أنا إذا كان ثم تنسيق عجبني هو التنسيق بين المقرئ والخطاب هذا برشا ناس بشي ربما يتقلقوا لكن ما يسالش المقرئ قرأ آيات الأمانة من سورة النساء في البداية ثم قرأ آيات الإصلاح ومقاومة الفساد من سورة هود ثم قرأ آيات يوسف وهو يستلم الخزائن ويريد أن يملأها حتى تفيض ويتجاوز الصراع ثم كانت آية الفتح إن فتحنا لك فتحا مبينا وانطلق كان ثم تنسيق بيناتهم أنا إذا كان نسق في هذا برافو أما إذا كان ما نسقوش محمد الحمد يظهر يقول ثم تنسيق وإذا كان ما نسقوش فهذا من ثم تنسيق في محمد لا قلت يظهر لي أيه. الواقع قد يكون الرئيس قال وقرأ لي قريب جدا يعني موكش بعد برش على بعض علاش؟ لأنه جوهر الخطاب بنى على خطاب الأمانة يعني قيس سعيد تكلم باعتباره قد استلم أمانة وتكلم عن المقعد الدنيوي هذا مقعد الحكم الذي سيحاسب به في مقعد عند مليك مقتدر فهذا آية قرآنية من سورة القمر وهي آية قرآنية بطبيعة الحال هذه المعادلة بين مقعد الدنيا ومقعد الآخرة في الحقيقة يجب أن نثمن ذلك لأننا أمام رئيس استطاع أن يراوح بين هذا المعجم العميق الذي تعتبر فيه السلطة أمانة خدمة للناس قال جاء الواحد عمر الخطاب قال له يا أجير المؤمنين قال له لا هذا أمير المؤمنين قال لا أنا أجير المؤمنين استعادة المعجم هذا القديم متاع أني أنا أمين عندكم خادم أمين وأنا حامل الأمانة هذه مسألة مهمة ومهمة جدا يجب أخذها بعين الاعتبار لدى هذا الرجل تعرف حبيب سمعني وشوف سنعلق في المعجم السياسي في فرنسا الوزير الأول نعم. يطلق عليه لو برومي سيرفيتور دو بوبل القادم الأول للشعب الخادم الأول بالضبط ورؤساء الوزراء الكل الفرنسيس ديما الجملة دي يقولوها في المحافل الكبيرة بالضبط ثم ثلاثة مستويات وجه الرجل إليهم الخطاب ثم أنا قلت بكري هو جاي من الشعب ماشي لنخبة الدولة ماشي للدولة والنخب سألوه عدة أسئلة من أنت في آخر الأمر؟ كانت الإجابة واضحة في مقاومة الإرهاب إذن هنا انخراط في المشروع الأساسي للدولة اللي تواجهت معناها بشكل كبير من الإرهاب ثم مقولة الدولة وحيادها وأن مؤسسات الدولة يجب أن تكون محايدة هذا خطاب مطمئن لجزء من النخب اللي يعتبره قيس سعيد هو نتاج الخيار الشعبوي الذي يعادي الدولة وهذا أمر مهم الرجل وجه خطاب بأنه مع الدولة مع مؤسساتها ومع حيادها واعتبر أن فقدان الدولة لحيادها بمثابة الثمر الحشرة التي تدخل الثمر هل ترى أنه مقصود أنه ترك مسألة الإرهاب ومقاومة الإرهاب في آخر الخطاب وما بداش به اللي هي من كبرى أولويات خلينا نقول في المرحلة هذه هو بدأ بتحديد مسؤوليته هو كرجل معناها دولة يستلم أمانة ثم بعد ذلك بدأ يحدد شنية أهم المحاور الأساسية التذكير بالدولة وحيادها أنا منين جاي باش نهدم الدولة اللي قالوا أنه جاي باش كسر الدولة وخطر على الدولة ثم مسألة المرأة اللي هي تقريبا ديما العنوان الرئيسي الذي تسأل عنه النخب الحداثية خوفا من نخب جديدة تدخل الدولة هذا رجل ماذا مرزوقي آخر يدخل الدولة لأنه اللي جاءوا من خارج الدولة يعني القوى الجديدة اللي دخلت ديما كانت تسأل هذا السؤال شنو موقفكم من مكاسب الدولة الوطنية فكان جوابه في هذا الاتجاه أما جوابه لي أو خطابه لشعبه اللي انتخبه أو لجمهوره فهو التأكيد في تقديري بكل وضوح
على مسألة الحرية وأنه لا تراجع على خيارات الثورة. وحتى اللي ما انتخبوهش خاطبهم أيضا. أي لا لا خاطبهم أي. ما قلت لك هيك البارتي لا يخاطب في ما انتخبوهش يخاطب في جماعة الدولة اللي أنت جاي من خارج الدولة وبالكش وكذا. فأجابهم إذن الدولة منخرطة في مقاومة الإرهاب، الدولة ستحافظ على مؤسساتها وعلى حيادها وهذا أمر أساسي، وقضية المرأة أنا حداثي إذن لا يمكن أن تزيدوا عليه في هذا الجانب. الخارج الآن، الخارج أنا في تقديري ثم زوز رسائل متكاملة. الحديث على القضية الفلسطينية بذلك الشكل الصارم وبذلك الشكل القوي وترديده ومعاودة الكلام اللي قاله تقريبا في المناظرة هو بناء آخر لدبلوماسية وسياسة خارجية فشلت كل الطبقة السياسية في استيعاب طريقة الدخول لها. تعرف كلهم الأطراف السياسية التونسية من بين الحاجات اللي أول ما يفكروا فيها وقت اللي يدخلوا يعملوا السياسة ويولي وزراء كيفاش ما نغضبوش الغرب في حكاية القضية الفلسطينية. ماشي في بالهم المشهد الدولي ما يقبلهم كلهم بإسلاميهم بديمقراطيهم بثوريهم هذيكم جماعة الدولة القديمة بطبيعتهم معناها حكاية القضية الفلسطينية ما تجبدهاش بربي وحاول قدر الإمكان أنك تكون لطيف فيها والشرعية الدولية وندرى شنو وكذا. الرجل ماذا يفعل هنا؟ الرجل واعي جدا بالتحولات الحقيقية في المشهد الدولي وأنك لا يمكن أن تكون مفاوضا حقيقيا مستقلا في قرارك الوطني إلا إذا دخلت هذا المشهد الدولي بهذا السقف الواضح من الأول. أنا ما عندي حتى مقايضة معاكم في القضية الفلسطينية، أنا ما عندي حتى مقايضة معاكم في هذه المسألة. دونك هو مش يعمل فيها نخط أصبعت ناس يا أخي مش تحرر فلسطين، لا هو يحسن القرار الوطني التونسي. ما زال عندنا نقاش جزء أخير للنقاش باش يمشي يناقش اقتصاد ويمشي يناقش السياسة ويمشي يناقش استثمارات في تونس ما يقايضوهش بالمسألة هذه. هذه بربي وصلت الفكرة على خلاف الطبقة السياسية الأخرى اللي أول ما تعمل تعلن وتوجه الرسائل بأنها مستعدة للمقايضة في هذا الجانب. ما زلنا مواصلين معكم النقاش. نختم هوني نختم هوني بعنا مواضيع واحدة أخرى. لا يتكلموا بشكل مجاني. الرجل يا سياسي توانسة يا جماعة تونس يا اللي تعملوا في السياسة هذاك اللي عملوا أراه يتعلق بالقرار الوطني التونسي باش كي نفاوضوا في الأليكا ونفاوضوا في الاتحاد الأوروبي ونفاوضوا كذا نقول لهم انساوا الحكاية هذه القضية الفلسطينية. ما زلنا مواصلين ماشي رجع لك الكلمة بعد شوية. مازلنا مواصلين النقاش لكن قبل ذلك فاصل ثم نعود.